بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب السادس من الكتاب الخامس والأربعين، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. باب من فضائل طلحة والزبير رضي الله عنهما. كل دول تكملة العشرة المبشرين كده برضو. من فضائل طلحة والزبير رضي الله عنهما. وعن أبي قال بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الإمام مسلم في صحيح الحديث 395 بعد 306 آلاف، قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الأعلى قالوا حدثنا المعتمر وهو ابن سليمان قال سمعت أبي عن أبي عثمان قال لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما. يبدو أنه هو في أي يوم أحد وفي حنين بيتكلم عليه أنهم ثبتوا يعني في هذه الأوقات. وطبعا ده بيروي على إيه؟ على حد علمي، لأن كان ثبت مع النبي عدد آخر غيرهم، لكن كل واحد بيروي على حسب ما رأى. وعن أبي قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعته يقول ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق عشان يجيب أخبار بني قريظة. يجيب أخبار بني قريظة، مين يجيب لي خبر بني قريظة؟ ما هو بعت اتنين، واحد ايه يجيب له أخبار أبي سفيان والجيش اللي هو سيدنا حذيفة بن اليمان. معروفة قصة سيدنا حذيفة لما بعت سيدنا رسول الله عشان ايه يجيب له اخبار يا ابي سفيان والجيش اللي هناك خلف الخندق ويفكروا ازاي، عشان النبي يدبر الامر على حسب ما هم يفكرون، وقال لولا تحدث شيء. فقام سيدنا حذيفة راح، سيدنا رسول الله عايز يعرف اخبار بقى بني قريظة، لان هم كانوا ايه اتفقوا مع بني قريظة ان هم هيدخلوا من جهتهم على المدينة كويس، فسيدنا رسول الله عايز يعرف اخبار بني قريش. فانتدب يعني ايه؟ يعني قال مين ياتيني باخبار بني قريظة؟ والصحابه قاعد فيهم مين بقى؟ كل الفتيان الشجعان الكبار، ولا واحد يتكلم. ده دليل على شده الخوف، كان موقعها فيها شده خوف. يعني شوف انت 12,000 مقاتل محاصرين المدينه بينهم وبينهم خندق، اهل المدينه مجموعهم كلهم ما يجوش 4,000 بالنساء والصبيان، واقف قدامهم الناحيه الثانيه 12,000 مقاتل بالسلاح، واليهود الناحيه الثانيه ناويين يتفقوا يدخلوا ال 12,000 على المدينه. فشده خوف بقى، الامر مش سهل. فسيدنا رسول الله قال ايه؟ عايز يعرف اخبار المشركين، بعت لهم حذيفه بن اليمان. وبعدين قال ايه؟ من ياتيني بخبر القوم اللي هو بني قريظه؟ كله ساكت. الوحيد اللي نطق بعد ما النبي كررها كثيرا الزبير بن العوام، قال له انا يا رسول الله. فهمت؟ دي برضه منقبه عظيمه لسيدنا الزبير. ثم ندبهم فانتدب ايه؟ فانتدب. نقرا تاني من الاول. قال سمعته يقول اللي هو سيدنا جابر بن عبد الله، قال سمعته يقول اللي هو محمد بن المنكدر ندب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس يوم الخندق. الناس هنا لفظ عام يراد به الخصوص اهو، الناس يعني الصحابة الموجودين. فهمت ازاي؟ يبقى الناس هنا لفظ عام يراد به الخصوص وهم اهل الخندق اللي هم الصحابة الذين كانوا مع النبي في غزوة الخندق. فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير، يعني لما النبي ندبهم الزبير قال له انا يا رسول الله.
الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يحافظ على الزبير، لان الزبير لوحده جيش. الزبير لما يبقى في الجيش هو لوحده جيش، تصور بقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز واحد تاني، حتى لو قتل هو يمثل فرد، لكن الزبير ده لوحده. لما كانوا اما كان يحبوا مثلا يبعتوا يعني معاونه لجيش، يبعت لهم مثلا الزبير ده لوحده، كانه يبعت لهم جيش لوحده، واخد بالك. فالرسول صلى الله عليه وسلم ساب الزبير، كانوا عايز يدخره يعني. فقال مين يا جماعه ياتيني بخبر؟ قام الزبير قال له انا يا رسول الله. مين ياتيني؟ الزبير، ما حدش قام الا الزبير. كويس. فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير. والحواري هو الناصر والمعين، حواري الرجل هو الناصر والمعين. وعن أبي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة حاء قال وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع قال حدثنا سفيان كلاهما عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابن عيينة. وعن أبي قال حدثنا إسماعيل بن الخليل وسويد بن سعيد كلاهما عن ابن مسهر قال إسماعيل أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال كنت أنا وعمر ابن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة في أطم حسان. كان عبد الله ابن الزبير ده اتولد كان عنده حوالي 4 سنين في الخندق دي، كان عبد الله ابن الزبير عنده حوالي 4 سنين، فقاعد مع النساء عادي عيل صغير، وده يدلك على جواز تحمل الطفل المميز. تحمل هذه القصة امتى؟ هو عنده 4 سنين، لكن رواه لما كبر، فيبقى يجوز التحمل للطفل المميز. في حاجة اسمها وقت التحمل وفي وقت الأداء، لكن وقت الأداء لما يكبر يعني يؤدي يعني يبلغ. فهمت ازاي؟ يبقى في وقت التحمل الحد فيه التمييز ولو كان طفلا. كويس. عن عبد الله بن الزبير قال كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة في أطم حسان، فكان وأطم معروفة اللي هي ايه يعني كأنها حصون، يعني الأماكن اللي قاعدين فيها كانت أماكن تسمى أطم حسان، في مكان آمن ايه جلست النساء فيه. فكان يطأطئ لي مرة فأنظر وأطأطئ له مرة فينظر، يعني ينام هو كده ونطلع على ظهره أبص، وبعدين نعكس، انام له انا كده وبعدين هو يقف على ظهري يبص، ادي معنى اطقطقه، لانه قصير لسه طفل صغير وعايز يشوف من خلال القطم. القطم ده بيبقى سور، فيقوم ايه الثاني يطقطق كده وده يركب عليه كانه سلم، يبص كده من السور وبعدين ينزل، وعمر يقول له طب يلا انت بقى ويطلع، وكل واحد ايه يطلع يبصص الثاني، خدت بالك؟ يطلع على ظهره. ما هو الاثنين بقى ما هو يبقى اما يطلع على ظهر الثاني يبقى كانه بقى بطول رجل فيقدر يشوف، فاهم؟ ادي معنى يطأطئ يعني. فكان يطأطئ لي مرة فانظر واطأطئ له مرة فينظر، فكنت اعرف ابي اذا مر على فرسه في السلاح الى بني قريظة. شاف ابوه بقى وهو رايح يجيب اخبار بني قريظة وماشي وهو طفل صغير. قال وأخبرني عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير قال فذكرت ذلك لأبي فقال ورأيتني يا بني، انت فاكر ده انت كنت طفل يعني. تعجب بقى الزبير ان لسه عبد الله يعني ادرك هذه القصة وكان لسه طفل صغير. فقال ورأيتني يا بني؟ قلت نعم. قال اما والله لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ابويه فقال فداك ابي وامي، زي ما عملها مع سعد بن ابي وقاص بالامس. وعن ابي قال وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عبد الله بن الزبير قال لما كان يوم الخندق كنت انا وعمر بن ابي سلمه في الاطم الذي فيه النسوه، يعني نسوه النبي صلى الله عليه واله وسلم. وساق الحديث بمعنى حديث ابن مسهر في هذا الاسناد، ولم يذكر عبد الله بن عروه في الحديث، ولكن أدرج القصة في حديث هشام عن أبي عن ابن الزبير. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل
عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير. يبقى كانوا بيروحوا يزوروا حراء اهو. الوهابية دلوقتي بيعتبروا اللي يزور حراء غلطان، مش كده؟ لكن النبي كان ياخدهم يزورهم حراء حيث نزل عليه الوحي، اهو كانوا هناك في حراء بيزورهم يشوفوا. يبقى زيارة المزارات التي تذكر الناس بأيام الله وما كان فيها من خير وبركة، ده أمر مطلوب النبي كان يفعله، لأن هذا يهيج عاطفة الإنسان ويهيج حماسه على طاعة الله. فده نقطة مهمة. كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة. ده دليل ان ايه؟ ان كانت الجمادات تشعر بالنبي وتحبه، وربنا يجعل فيها ادراك درجة انها كانت تهتز طربا ان النبي واقف عليها صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ، بيكلم الجبل يعني، اهدأ فما عليك الا نبي او صديق او شهيد. النبي اللي هو سيدنا محمد، والصديق ابو بكر، والشهيد الباقيين كلهم ماتوا شهداء، كلهم ماتوا شهداء زي ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لان طلحه والزبير لما خرجوا في موقعه الجمل فذكرهم سيدنا علي، فلما تذكروا تراجعوا، خلاص رجعوا ما رضوش ايه يقتلوا، وعرفوا ان علي على حق، لان كان وصل لهم الموضوع في سوء تفاهم. فلما وصلوا سيدنا علي كلمهم وقال حتى للزبير: الا تذكر يوم دخلت علي وكنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له هو طلحة، فقال لك أتحبه؟ قلت نعم، فقال النبي أشهد أنك تقاتله وأنت له ظالم. فهمت ازاي؟ قال له كده مرة. فقام سيدنا علي فكر سيدنا الزبير بالقصة دي، قال له ألا تذكر يوم دخلت علي وكنت مع رسول الله فقال لي تقاتله وأنت له ظالم، فأنت الآن تظلمني. فشرح له وجهة نظره، فاقتنع سيدنا الزبير ورجع، وطلحة رجع برجوع الزبير، واخد بالك؟ وهم راجعين الناس اللي عايزين تقر شر الفتنة قتلوهم بالسهام فماتوا شهداء. فهمت ازاي؟ لا مش صحابة، ده ناس كانوا رعاع في وسط الجيوش دي عايزة تهيج الدنيا، رعاع اظهروا الاسلام. ما نعرفش بقى مسلمين ولا مش مسلمين، لكن كانوا بيصلوا مع المسلمين. عبد الله بن سبأ مش كان بيصلي مع الناس وهو يهودي مجرم؟ كانوا في كتير كده دخلوا في وسطهم عشان يهيجوا الناس، زي البلطجية كده. فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعنه به قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن يزيد بن خنيس وأحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء فتحرك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. وعنه به قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وعبدة قال حدثنا هشام عن أبي قال قالت لي عائشة: أبواك والله من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. أبواك يعني مين؟ يعني أبو الزبير وأبو بكر. أبو بكر أبوه من جهة أمه لأنه جده. فهمت إزاي؟ بتقول لمين؟ بتقول هشام عن أبيه، أبيه اللي هو عروة بن الزبير. عروة بن الزبير أمه أسماء اللي أبوها أبو بكر، يبقى جد أبو بكر والجد أب. وأبوه التاني من جهة الإيه؟ من جهة الصلب بقى الزبير بن العوام. فبتقول له إيه ستنا عائشة؟ أبواك والله من الذين استجابوا لله والرسول ايه؟ من بعد ما اصابهم القرح. تقصد ابي بكر وهو جده من جهه الام، وتقصد الزبير وهو ابيه صلبا.
وعن أبي قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بهذا الإسناد وزاد تعني أبا بكر والزبير. وعن أبي قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن البهي عن عروة قال قالت لي عائشة كان أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه أمين هذه الأمة. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن خالد حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي قال أخبرنا خالد عن أبي قلابة قال قال أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها الأمة تنفع أيتها الأمة على الاختصاص وأيتها الأمة على النداء تنفع الاثنين الرفع النداء والنصب على الاختصاص تنفع الاثنين وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. وعن أبي قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة عن ثابت عن أنس أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. قال فأخذ بيد أبي عبيدة فقال هذا أمين هذه الأمة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن صلة ابن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ابعث إلينا رجلا أمينا. يعني كان أهل نجران أغنياء فلما يبعث معاهم حد يعلمهم ممكن يسرقهم بقى ويقول له أنا رسول الله بقى ويكلم ويكوش أموال على عادة الناس لما تاخد سلطة تستغلها في جمع الأموال وتنهب. ودول ناس أغنياء جايين أهل نجران دول أغنياء أصلا فقالوا ابعث لنا واحد أمين عشان ما يطمعش في أموالنا ويعلمنا الإسلام فهم؟ ابعث إلينا رجلا أمينا. فقال لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين حق أمين. قال فاستشرف لها الناس كل الناس بقى إيه عارف يعملوا كده يعني إيه يرفع نفسهم عشان النبي يشوفهم يعني يقول له قوم أنت. فاستشرف لها الناس قال فبعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو داود الحفري قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحوه. ومات شهيدا في طاعون عمواس في الأردن سيدنا عبيدة أبي عبيدة بن الجراح وهو مدفون في الأردن في شمال الأردن له قبر كبير يزار له. باب فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما وعليهما السلام. وعن أبي قال حدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحسن اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه اللهم إنا نشهدك أننا نحبه فأحببنا يا رب بدعوة نبينا. وعن أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى جاء سوق بني قينقاع ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة فقال أثم لكع أثم لكع يعني الواد اللكع يعني اللي هو سيدنا الحسن يعني بيدلعه يعني أثم يعني عندك لكع الواد اللكع ده يعني ايه جده بقى وعايز ايه يسلم عليه اشتاق اليه يعني مجرد انه راح لبني قينقاع ورجع مشوار اشتاق اليه عايز يشوفه بيحبه فبيقول لها اثم لكع اثم لكع يعني حسنا. فظننا انه انما تحبسه امه لان تغسله وتلبسه سخابا فلما عرفت ستنا فاطمه بقى ان ابيها عايز ابنها خدته بقى شطفه وتنضفه وتلبسه وتزوقه علشان هيلتقي بقى بالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى نظيف ولبسته سخاب بيبقى عقد كده من قرنفل
ومن طيب ومن تعرف زي عقد الفل كده عشان يعمل له ريحه حلوه، واخد بالك؟ كل ده علشان اما يحتضن النبي صلى الله عليه وسلم يشم منه رائحه طيبه. فكل ده ادب بقى. ستنا فاطمه كيف كانت يعني ايه تبعث ابنائها لنبينا صلى الله عليه وسلم في حاله وهيئه حسنه. فظننا انه انما تحبسه امه لان تغسله وتلبسه سخابا. السخاب هي القلاده التي توضع في الايه؟ في الرقبه، عامله زي السبحه كده، عارف السبحه؟ فتقوم ايه تعمل دوشه. سخب يعني، سخب يعني تعمل دوشه، يلقوا ببعض، فسميت سخابه. لكن هنا كانوا بيحطوا القرنفل واعواد الطيب ويعملوها زي السبحه ويحطوها في ايه؟ في عنق الاطفال عشان تعمل ريحه طيبه. ده السخاب. المصريين هنا بيعملوا برضه عقد ايه؟ فل، ويبيعوه كده، يعملوا عقد فل ويبيعوه. ايام ما كانوا يعني بيحبوا الجمال، انما الوقت مش فاضيين، لا بيحبوا الجمال ولا بيحبوا حاجه، ما يعني مشوشين. فلم يلبث ان جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه. بعدين بعد كده طلع بقى سيدنا الحسن يسعى ايه، فالنبي اخذه بالحضن واعتنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اني احبه فاحبه واحبب من يحبه. يبقى رب الرسول بيحب كل، يبقى ربنا بيحب ايه؟ كل اهل مصر وكل اللي بيحبوا سيدنا الحسن. اهل مصر دول دايبين في اهل البيت، معروفين، تلاقي نصهم اسمهم حسن وحسين وحسن، حتى لدرجه ان ساعات يسموا حسنين مش حسن واحد كمان، من حبهم في النبي يسمي حسنين مش حسن واحد. فيعني ايه، ربنا يجمعنا بالخير معهم مع ال بيت نبينا. وعن ابي قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن عدي وهو ابن ثابت قال حدثنا البراء بن عازب قال: رايت الحسن بن علي على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم اني احبه فاحبه. كان يحطه هنا على عاتقه، يعني يحطه هنا، يحط رجلي كده ورجلي كده ويشيله النبي صلى الله عليه وسلم. ومعناه احبه يعني ايه؟ يعني لان الله اذا احب احد لا يعذبه، خلاص انتهينا. احبه يعني نعمه، اجعله منعما في الدنيا والاخره. لان لما اليهود والنصارى قالوا نحن ابناء الله واحباؤه، ربنا رد عليهم وقال: فلما يعذبكم بذنوبكم؟ لو كنتوا احبابي ما كنتش عذبتكم، ده انتوا طول عمركم وانا بعذب فيكم ومطلع روحكم، منين بقى احباؤه؟ ده انتوا كذابين، الواقع يكذب ذلك. فهمت؟ ها؟ لا، ما بنعذبش احنا، بيكفر عنا سيئاتنا لكن لا نعذب، واحنا بنحب النبي لا نعذب ابدا. اعرف ان الامه اللي بتحب النبي دي لا تعذب ابدا، والابتلاءات دي كلها رفع درجات وتمحيص ذنوب وتكفير سيئات، عشان لما يقابلوا نبيهم ايه في حاله حسنه يفرح به. فاحنا بيكفروا عنا سيئاتنا بس. فهمت ازاي؟ نعرف علشان احنا مؤمنين، لان ربنا لا يعذب المؤمن. دول التانيين كفروا بالانبياء وقتلوهم، احنا امنا بالانبياء واتبعنا الرسول، فرق كبير بيننا وبينهم. دول نسبوا الى الله ما لا يحب، قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، قالوا يد الله مغلوله. احنا ما قلناش كده، احنا مؤمنين، فرق كبير بيننا وبينهم. يبقى ما ينزل عليهم من بلاء عذاب وما ينزل علينا من بلاء رحمة. فهمت ازاي؟ ربنا ما يعذبش مؤمن اصلا، اعرف دي كويس. وما كان الله ليعذبهم وما انت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. امال البلاء ده ايه؟ مش عذاب، ده تكفير ذنوب، عشان احنا اصلا لسنا اهلا لان نلتقي بالنبي على حالة حسنة بسبب مساوئ اعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المعاصي مع وجود ايماننا في قلبنا، واخد بالك؟ فيهم ربنا سبحانه وتعالى بينظفنا كده اول باول بس. فهمت ازاي؟ فاعرف ان مفيش مؤمن اصلا بيعذب، لكن بيكفر عنه سيئاته، بيرفع درجاته، بيمحص كده. وعن ابي قال: حدثنا محمد بن بشار وابو بكر بن نافع ابن نافع قال ابن نافع: حدثنا غندر قال حدثنا شعبه عن عدي وهو ابن ثابت عن البراء قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا الحسن بن علي على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. وعن أبي قال: حدثني عبد الله بن الرومي
اليمامي وعباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا إياس عن أبيه قال لقد قدت بنبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين بغلته الشهباء حتى أدخلتهم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا قدامه وهذا خلفه. يبقى يجوز ركوب أكثر من واحد على الدابة إن كانت مطيقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يجعل واحد أمامه منهم والآخر خلفه صلى الله عليه وسلم، وفضائلهم كثيرة، ولكن هذا ما اكتفى به الإمام مسلم، لكن فضائل الحسن والحسين كثيرة، يكفي أنه كان يقول حسين مني وأنا من حسين، دي يكفيها. وكان النبي أيوة لا ألا في الحسين، الرواية في الحسين، لكن هما الاثنين ما هو منهم، لكن هو يبدو أن علشان سيدنا الحسين سوف يمر بأزمة كبيرة في كربلاء وأنه لن يخنع ولن يهتز، فثباته في هذه الأزمة جعل النبي يحب الإنسان الثابت على الحق، أدي معناه مني ثابت على الحق لا يتزعزع، فهو مني وأنا منه، يعني منه نصير ومنه محب، واخد بالك؟ صلى الله عليه وسلم. وقال ايه سيدة شباب اهل الجنة، مش كده بره على الحسن والحسين؟ سيدنا الحسين مدفون جسمه في كربلاء ورأسه الشريف هنا في مصر المحروسة، حرسها الله بآل البيت، واخد بالك؟ لكن يقينا رأس سيدنا الحسين في مصر يقينا، وفتشوا عنها ودخلوا وعملوا مجالس ومدونة ونزلوا ولقوها على صينية من ذهب في طست ومتغطية بجوخة خضراء بوجود شيخ الأزهر وعدة مرات، وتحققوا ذلك إلا ابن تيمية والوهابية هم الذين يتشككون فقط، لكن أهل مصر لا يتشككون لحظة إن رأس سيدنا الحسين عندنا، لا نتشكك، موجودة في الكتب، نجيب لك الكتب لو عايز، واخد بالك؟ وموجودة بالتواريخ وموجودة الحاجات دي كلها محفوظة هناك في الأزهر، وماضي الشيخ فلان والشيخ فلان وكان حاضرا ورأى بعيني، حاجات موجودة محاضر، واخد بالك؟ لكن اللي بيتشكك يا أستاذ دول الوهابية يتشككوا في ذلك، هم يتشككون حتى في نبيهم، لا يعتقدون في أنه حي في قبر بل يعتقدون أنه مات، يتشككون في مصير والدي النبي يعتقدون أنهم في النار، هم يتشككون حتى في الله، جعلوه في السماء جهة وأشاروا إليه ونسبوا إليه الجوارح وقالوا أن الجوارح صفات، فشيء عجيب. دول جهلة تمشي وراهم. سيدنا الشيخ عبد رب سليمان المشهور بقليوبي كان شيخ والدي وكان بيدي دروس في الأزهر في الستينيات رحمه الله، دخل عليه واحد من الجماعة إياه بيقولوا له احنا نشك ان سيدنا الحسين رأسه هنا ولا لا، قال له اذا شككنا في هذا فنشك في نسبك من باب اولى، انت اسم ابيك ايه؟ ام قال له اسم ابوه؟ قال له نحن لا نقول انك ابن ابيك الا بشهادة اثنين رجلين فقط، اما من يقول ان سيدنا الحسين في هذا المقام رأسه موجودة فهي الاف المؤلفة، فنحن إن شككنا في الحسين نشك في نسبك لأبيك من باب أولى. فهمت إزاي؟ فبهت الذي كذب. لما تبقى مئات وملايين الأفراد على مر العصور بيقولوا رأس الحسين هنا، ويجي لك واحد يقول لك لا مش هنا، نصدق مين؟ ده يقول لك خبر متواتر يا أستاذ، خبر متواتر. اللي شكك الناس بس الجماعة الوهابية عشان عايزين يصدوا الناس عن زيارة قبور الصالحين، لأن في اعتقادهم أن زيارة القبور تؤدي إلى عبادة غير الله، اعتقاد فاسد. والنبي كان يزور القبور وقال للأمة ما الشرك أحقاب عليكم، وقال زوروا القبور فإنها تذكركم بالموت، أمرنا بزيارة القبور، لكن الوهابية عندهم هذا الوهم الغريب، فهم؟ فلا تنظر إليهم. الشيخ منصور الفقيه نزل وشاف كتير وهو حي ورزق، ده كتير كتير جدا على مرة، كل ما بيجددوا المقام بينزلوا يطمئنوا ان كل حاجة موجودة ويبتدوا يبنوا عليها ويعملوا على مرة العصور، ناس كل ما بيجدد المقام. يعني يا سيدي مغطاة بجوخة خضراء، بجوخة خضراء على صينية من ذهب، امال يعني يعملوا ايه؟ كما هي كما هي، مش هو شهيد؟
الارض اللي تاكل اجساد اللي شفناها. يعني هل الجمل اللي شافوا والله هقول لك حاجه، هم قالوا اللي شافوا كده وانا مصدقه. خلاص. باب فضائل اهل بيت النبي. ايوه. بعد لما اسهل يقولون هذه الاشياء هدتها الى التاريخ. ايه؟ لما يسالوا عن راس الحسين الموجود ام غير موجود يقولون هذه الاشياء هدتها الى التاريخ، لا يجيبون بهذه الاجابه. يبقى ما عرفش هذه الوقائع بس، فهو لا يعلم فيقول عدتها للتاريخ، لكن اللي عرف الوقائع دي وحضرها خلاص. والحاضر يكون اكثر علما، فاحنا نصدق الاكثر علما. فهمت بقى المساله؟ بس الحكايه سهله. باب فضائل اهل بيت النبي صلى الله عليه واله وسلم. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لابي بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت قالت عائشة رضي الله عنها خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. المرط اللي هو الكساء من صوف أو غيره، مرحل يعني عليه سور الرحل، منقوش عليه سور إيه الرحل اللي هو ما يوضع على ظهر الجمل يعني، من شعر أسود يعني من صوف أسود. فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه في المرط يعني، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللي بيقولوا عليهم بقى إيه أهل العباء كما قد جاء في الخبر، سموهم أهل العباء كما قد صح في الخبر. ونقف على باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهما غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلامك.